في ظل الأزمات اللي بتتتالى على نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه داخل في صدمات كتيره، زي خالد ابو طيب، زي اللي طلع لنا في المقدر ابراهيم انضاي اتشيمبونج المدرب المساعد لمستر فريرا المتميز جدا، اللي كان الراجل عامل يعني شغل متميز جدا اللي هو اجاوش. قصص كتيره قوي نادي الزمالك بيعاني منها يا جماعه. دخلنا في ملف الصفقات، دخلنا في كمان احمد ابو الفتوح. نادي الزمالك بصراحه يا جماعه داخل في دوامه، داخل في حاره سد. كمان انباء عن رحيل جوزي جوميز، انباء عن رحيل سيف الجزيري، داخلين في حته مش لطيفه. اخبار كتير بتقول اشرف بن شرقي خلص، دي الحسنه الوحيده اللي ممكن اقولها في خلال الشهر الاسود اللي احنا شفناه كلعيبه او كجماهير او كاداره بالنسبه لي نادي الزمالك. فعايز اتكلم بكل هدوء كده بالنسبه لازمه احمد ابو الفتوح. لغايه وقتنا هذا يا جماعه مفيش اي جديد. جلسه اتاجلت ليوم 16 سبتمبر. مستشار مرتضى منصور مع كابتن عبد الواحد السيد مع بعض المقربين من احمد ابو الفتوح بيحاولوا يخلصوا القصه ودي بالنسبه لاسره الراجل المتوفي الله يرحمه ويحسن اليه. فالقصه يا جماعه داخله في حته مش حلوه، قصه داخله في حته مش حلوه. مستشار مرتضى منصور بيحاول يخلص، ان شاء الله هتخلص على خير. اللاعب لو الامور ان شاء الله بدون تعاطي المخدرات ان شاء الله بكتير ياخد 6 شهور. حصل فيها تعاطي مخدرات لا قدر الله، لا قدر الله تبقى من 3 لـ7. فان شاء الله ان شاء الله احمد الفتوح ربنا فك كربه. ورسائل كتير من امام عاشور ولاعيبه النادي الاهلي، ربنا فك كربه، ربنا ان شاء الله يعني يطلعه من الازمه دي. لعيب محترم ولعيب خلوق وما سمعناش حس يا جماعه. فتوح من اللعيبه المحترمه وما سمعناش صوته قبل كده بالنسبه ان هو لعيب سيء الخلق او سيء طبعا في تعامل مع الناس. فربنا يفك كربه ان شاء الله باذن الله، وبدعم المستشار مرتضى منصور، مستشار اشرف عبد العزيز محامي النادي الاهلي، ان شاء الله قصه ابو الفتوح تنتهي. ده امر. الامر الثاني، نادي الزمالك عارض على يعني اقل لعيب كوره شفته في حياتي ابراهيم انضاي، اللاعب السنغالي اللي ليه 1,600,000 دولار، ونادي الزمالك عرض عليه قصتهم على 5 اقساط والباشا مرضاش. نادي الزمالك حاول ان التعاقد معاه بالتراضي، الباشا مرضاش، قال لك انا اقعد اخد عقدي كامل. طب يا عم نبيعك، طب يا عم العب ونبيعك، قال لك لا. فدي من المساوئ اختيار او العين اللي جابت واحد زي ابراهيم انضاي ده. ده بالنسبه لازمه ابراهيم انضاي. بالنسبه لي اجاوش واتشومون خلاص خلصوا بشكل مميز جدا. نادي الزمالك ايضا عنده حاجه كبيره وحاجه مميزه جدا، احمد سعيد زيزو. احمد سعيد زيزو في تصريحات عن والده، كل الناس اللي بتقول زيزو مش هيلعب في الزمالك، زيزو رحل عن الزمالك، زيزو جاي له عروض خارجيه، كل ده على الفاضي. زيزو جدد مع نادي الزمالك لمده 3 سنوات. الناس بقى بتقول ب 100 مليون وب 120 مليون وب 130 مليون، القصة كلها يا جماعة واقفة على حاجة واحدة بس، إن الأمر سري وسر بحت، ومفيش لعيب في مصر إمكانياته زي زيزو. زيزو لو في بيراميدز في لعيبة بتاخد 30 و40 و50 مليون في الموسم. فزيزو أفضل لعيب في الكرة المصرية في على مدار الـ4 سنين اللي فاتوا، فحقه ياخد 30 مليون جنيه في السنة، لأن لعيب كبير ولعيب متميز جدا جدا جدا. فده بالنسبه لقصه احمد سيد زيزو، وهيكمل ويجدد مع نادي الزمالك. اشرف بن شرقي حبيت الكريز او اللعيب الكبير جدا اللعيب المتميز مضى رسميا لنادي الزمالك لمده 3 سنوات. وتعالى اقول لك يا صديقي الزملكاوي ارقامه في اخر سنتين. بالنسبه لي نادي الجزيره الاماراتي كانت تجربه فاشله بنسبه 100%. لعب 33 مباراه، سجل 5 اهداف وعمل اسيست 1. فده كان موسم كارثي مشى منه، راح نادي الريان القطري. طبعا في نادي الريان كان افضل بكتير، لعب 28 مباراه ساهم في 20 جول، جاب 13 وصنع 7. فلعيب كان له دور مؤثر مع نادي الريان القطري، وبرده ايضا فسخ عقده بالتراضي مع الريان القطري. فهو جاي لك نادي الزمالك جعان جماهير، جعان مسانده، هياخد 1,200,000 دولار وعايز مكافاه تعاقد 1,000,000 دولار. نادي الزمالك بيخلص معاه 500,000 دولار كمكافاه تعاقد. لعيب مميز ولعيب كبير 28 سنه ولعيب بيكلم الكوره، واكتر لاعب شطف النادي الاهلي مع احترامي للكلمه، اكتر لعيب اكل عيش على محمد هاني واخواته. فبن شرقي انا من وجهه نظري اكتر لعيب جاب جوال وعلم على النادي الاهلي ككوره.
فأشرف بن شرقي خلاص يا جماعة رسميا في نادي الزمالك، لعيب كبير ولعيب متميز. بالنسبة لطارق حامد طلع على اون تايم سبورت قال لك أنا زملكاوي أبا عن جد، أنا لعيب زملكاوي بعشق نادي الزمالك وشرف ليا أبطل كورة في نادي الزمالك حتى لو تعرض عليه أهلي وزمالك كنت هختار زمالك. فقولا واحدا طارق حامد زملكاوي، وطارق حامد مكمل في الدوري السعودي هيبطل في نادي الزمالك خد مني. عبد الله سيد عنده 39 سنة، طارق لسه عنده 35 سنة، فلعيب كبير ولعيب مميز ومحافظ على نفسه ومن اللعيبة المتميزة جدا جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويبطل كورة في نادي الزمالك ويبقى كادر من كوادر نادي الزمالك، لعيب كبير لعيب متميز. فكل التوفيق لكابتن من كباتن نادي الزمالك كابتن طارق حامد، وأحلى أحلى مسا على كل الزملكاوية. المفارقة يا جماعة محمد الشناوي أفضل حارس في الدوري العام الموسم اللي فات اللي هو دوري نايل، الشناوي لعيب كبير لعيب متميز جدا وراجع بكل قوة، كل التوفيق للشناوي، أحلى مسا على الأهلاوية كمان الزملكاوية. سلام عليكم.